مساء الخير يا هنا. انا كنت حابه اشكر سيادتك على موقفك المره اللي فاتت في الندوه. الحقيقه كانت لفته نبيله جدا من سيادتك انك تسمح لصحفي صغير انه يعبر عن رايه ويتكلم، خصوصا ان رايه كان فيه انتقاد. اولا لا شكر على واجب، ثانيا مفيش حاجه اسمها صغير وكبير، كلنا زي بعض. الفرق الوحيد يمكن ان احنا مسؤولين على اتخاذ القرار، بس ده ما يمنعش ان انا محب للفن والفنانين والثقافه بشكل عام. يعني سيادتك زي ما بيقول وزي ما بنسمع متابع كويس قوي للافلام والسينما. ده حقيقي، انا حتى معجب بفيلم كوميدي طاقية الاخفاء، فيلم جميل جدا مع اني كنت طالع فيه شرير قوي. زي ما سيادتك عارف طبعا ده تمثيل يا فندم.